مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج هذا الصباح. مشاهدينا الكرام، اليوم نهار مميز، طبعا اليوم عيد الصحافة، وطبعا هذا النهار يمثل شيء كبير بالنسبة لموريتاني، به اللي الصحافة لحقت فينا مرحلة الحمد لله من الحرية ما هي في الدول المجاورة. ولنا نقاش الموضوع استضفنا الصحفي الشيخ المهدي النجاشي، زميلنا طبعا في قناة الساحل، وضيفنا المميز سامبا لأول مرة يحضر معنا تقديم برنامج هذا الصباح. أهلا بك سامبا. بونجور جميع اللي ولا جميع مسيد يوغي. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك مع الحرارة؟ ما شاء الله الحرارة خارقة. الحمد لله. يا غير مدة معيدة قاع الحرارة لا يتعود بالنسبة للأشعة. إذا أهلا بك الشيخ المهدي. أهلا بك. إذا الشيخ المهدي، شو مثل كذا النهار اليوم أنت كصحفي؟ والحمد لله وكاتب عندك موقع، طبعا الصحافة شاملة في مجالاتها كاملة، منها التلفزيوني ومنها الكتابي. دوك تتكلم لنا على العيد شيء مثل. شكرا لك على الاستضافة، وشكرا للزميل على هذه الاستضافة. في البداية أود أن أحيي كل المنتمين لبلاط صاحبة الجلالة، هذه المهنة النبيلة، هذه المهنة الراقية التي هي في الحقيقة تلعب دورا أساسيا في تنمية المجتمعات وفي إنارة الرأي العام وفي إبراز الحقيقة التي هي المبحث الرئيسي لكل الراغبين اليوم في أساسيات مثلا المشاركة والكشف الحقائق والبحث عن المعلومة. وبالتالي أحيي المنتمين لهذا الحقل، وخاصة الجسم الصحفي الموريتاني الذي يعيش اليوم ذكرى عيد الصحافة الدولية، وهو طبعا جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية، لأننا نحن بعد تطور ما بات يعرف به الوسائط الإعلامية أو الملتي ميديا إن صح التعبير، فأصبحنا من ضمن أصبح العالم مثلا قرية واحدة، وبالتالي نتبع أو نتأثر بالآخر وننتمي لتلك الاحتفاليات ونشاطر الكل أفراحه وأتراحه، وهذا أعتقد بأنه من ذاكرتنا أو مخزوننا الثقافي، لأننا كثيرا ما تعودنا على أن نقف مع الآخرين، وبالتالي نحن كصحافة جزء لا يتجزأ من الصحافة الدولية، نلعب نفس الدور، نساهم في نفس الدور كذلك، وبالتالي نقوم بما يقوم به الآخر، ويحق لنا أن نحتفل بهذه الذكرى، ذكرى الحرية، ذكرى الانعتاق، رغم أن هناك من لا يزال أسيرا في ضياهب الجب نبحث عنه ونتمنى أن يعود، مثلا إسحاق المختار. وبهذه المناسبة أتمنى أن يكون هذا، أن تكون قضية إسحاق المختار محور أساسي من المحاور التي سيتم التطرق إليها في هذه الاحتفالات التي من المرتقب أن تنطلق بعد ساعة من الآن على أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية العزيزة. وبالتالي عودة إلى السؤال، هذه الذكرى ذكرى عزيزة علينا كباحثين عن الحرية، كأناس يتنفسون نسائم الانعتاق ونسائم الحرية ونسائم تجليات البناء الحقيقي لموريتانيا الحديثة، لموريتانيا الحريات، موريتانيا المكاسب العملاقة، موريتانيا بكل ألوانها وأطيافها، موريتانيا التي تنعم وتعيش أجواء من الحرية، هي التي أعتقد بأنها كانت بلسما لواقعنا الحقيقي بعد أن تم تصنيفنا دوليا للمرة الرابعة على بلاط صاحبة الجلالة عربيا وإفريقيا وإقليميا. شكرا على جرامة جرامة، شكرا لجميل النجاشي. شكرا. تنقلت أن مصيبة الدول هي أن قوبي يقوبي أيها وحبيد سهل تيدي كو يدي فاميلي ببيتن ولا عندي نباندرا بهذه الوحوام هي تيان قوبي كو هندي كو نيالام ومغادرا كو نيالام ومولين كو جانيان كو جانيان هادل sen kali to mon kore ben ku sunne international journalism mon gandula e kala hitande ina monine e ngadi kadi jandian kaga wana sara e rendo sabu jandam ko be bare golle martini am ga bare golle faydini e holko fiida da halde ma wal ko fatirde ko wonde jandian kaga
فده هو كله كده المودون إنه إنت ريد بيدن إن عندي ني جاي جام كوا بني هيا وده فهم دوري أبدا كا هور ما بي أبدا كا كاري كده ده عندنا وار ما سطحي بيهوري هن ولا بيقولي هن ما بيباو أني دي ما بيها ما كده هاي أدنو كوا إكاني سطحي إن بانجي إن ما أبيد هن ده جاي جام كا كوا أدنو وانتي أدنو كوا أنا إن واي وان ده تينيزي ما ولا وان دولي دي مارك ما ولا وان دولي سينغال ولا دولي مالي هو بس إن كوا ولا كده تون كوا أدنو باندر ما بي إن ده دولي ما ده نورسن كذي دوبي بنو جوتو دي نعندي جان جان كا كا نه كا هاكي مودوم ها أتيمي كام مسلم نجاسي وهاري كفاتي بندن كوي دي بيزن كام بجان جان كوا بي جان جان كوا نورسن أفريقيا نام أدنو أكلا يوتر يوتر ده بنتين ده كذي نيرام هان دونغ نيرام بجان جان كوا كلا رجان جان واي وان ده أدنو en charminidum en juriwulum hatanum kono kadi e nder hen ko siftorɗo musidɗo meɗen biyeteɗo ishaq wol mouhtar mo ganduɗa dahama hande ko ina ko e hitande tawi kadi ko liggotonoko e télévision biyeteɗo sky news o daha noon ko toto leydi Syrie so tawi hande oɗo ñalawma ñalawma mawningol ko wiyete jandiyankagal so tawi haalama alay saago jumijoji men ɗu tawi oɗon musidɗo meɗen biyeteɗo ishaq wol mouhtar mo ganduɗa sinon saago taw oɗo ñalawma hande amo joddi men ɗo e Sahel TV walla ni omo arti e leydi makko Mauritani gam wonde jokkude golle makko kamɓe sahagol mouhtar ɓe mbiɗom tan yo Allah artinmo jaam e cellal e kisal ɗo e leydi meɗen musidɗo ma musidɗo إذا النجاشي طبعا احنا عندنا الحمد لله من السنوات اللي الحمد لله جي موريتاني بالمرتبه الاولى وطبعا هذه السنوات ولا اربع سنوات تقريبا وهم مولي الحمد لله خمس تلفزيونات والاذاعات مولي العدد يقدر يتضاعف ورا ذاك من رايك كانت ترى شيء ايجابي وكان مولي كافي عن اللي وصلنا للمرتبه اللي وصل بها الاعلام في الدول المجاوره ولا يالطنا نتكيسوا به اذا ما زال يقدر يتحقق بالعجله يا غير مولي يارد فنشر الاساسي يقدر يعود ما كان متين حتى ما ناكد ولا خلال المجال الصحافي فيها وفيها معاهد وجامعات وفيها تكون واحنا هنا اللي وصلنا له ياسر منه اللي الهوايه والله ما هو ذكوا هو معطينه من العناية فات عاد اللي كافي اللي خلينا نحكوا ذكر هو فعلا الحديث عن الحلقة الأخيرة اللي احنا نعيش فيها اليوم اللي هي تنعرف بالفضاء السمعي البصري أو تحرير الفضاء السمعي البصري اللي تمخضت عنه خمس محطات تلفزيونية وخمس محطات إذاعية هذا أعتقد على أنه الحديث عنه يجب علينا نذكره والله نرجع للسرد التاريخي لتاريخ الصحافة الموريتانية في موريتانيا احنا نرجعوا للتاريخ الموريتاني نجبر على الصحافة بدأت منشورات تكتب وتطبع وتنشر مسربة إذا بعيدة عن الأجهزة الأمنية جاء الذي ينقال المشوار الديمقراطي لموريتانيا في مطلع التسعينيات فتحت آفاق جديدة الذي ينقال له حرية الصحافة ولا الصحافة كإطار يخضع لمنظومة قانونية ومحترفة به الدولة الموريتانية نتذكر على أن خلقت جرائد في تلك الفترة كانت رائدة وأعتقد أنهم اللي أنجبت كتاب وصحفيين كبار مثل حبيب محفوظ ومثل نخبة أخرى كانت هي البداية أو البواكير الحقيقية لصحافة جادة وصحافة يعني تواكب الظروف المعيشية للمواطن تنقل الصورة الحقيقية وبالتالي أعتقد أنها في تلك الفترة جسدت بواكير صحافة تخضع لإطار قانوني تعترف به الدولة الموريتانية وبالتالي ومنذ تلك الفترة أي مطلع التسعينيات ونحن نعيش في فترة الجريدة وبالتالي تحرير الفضاء السمعي البصري يعني هو مرحلة هامة في تاريخ الصحافة الموريتانية لأنه انتقال حقيقي من مرحلة الجريدة شار مرحلة الفضاء السمعي البصري وهذا طبعا هذه خطوة كبيرة عندما تستحضر أن الصفحات التي كانت تنشر عليها آراء الناس ومقالات الكتاب ويتم تداول فيها الأخبار هي مجرد جرائد كبيرة في معناها لكنها في المضمون أو في المرحلة الإعلامية هي بداية يعني تجسد جريدة وبالتالي اليوم تأثير أنت تعلمين أن تأثير الصورة اليوم أصبح يعني كبير جدا وبالتالي تأثير أيضا الصوت الإذاعي أو المحطة الإذاعية أكثر تأثيرا من الجريدة لماذا؟ لأننا نحن في مجتمع
آنذاك جديد العهد بالدولة، جديد العهد بالديمقراطية، جديد العهد بالحريات، جديد العهد حتى بالتجربة الصحفية. وبالتالي عندما تنتقل هذه المنظومة الاجتماعية أو هذه الإرادة السياسية عندما تجسد انتقالا حقيقيا، وهذا أشير هنا أنه مطلب لكثير من الشعوب اليوم في كثير من البلدان العربية، ما بات يعرف بين غفرين بالربيع العربي، هو نتاج كبت الحريات، هو نتاج للبحث عن الحقوق، ونتاج عن البحث عن إيصال صوت معين. وبالتالي من الطبيعي أن يحدث الانفجار ويحدث ما يسمى بالربيع العربي لدى البعض، أو الصيف العربي كما يصفه البعض الآخر. وبالتالي هذا كله يعود لماذا؟ للممارسات الدكتاتورية، كبت الحريات، مصادرة الرأي. وبالتالي أعتقد بأننا عندما نتجاوز في موريتانيا مرحلة الجريدة إلى مرحلة الفضاء السمع البصري والصورة والصوت في هذا الانتقال، وإلغاء المادة 11 التي كانت تقضي بحبس الصحفيين، وأعتقد بأنه نتاج طبيعي لأن نتصدر حرية الصحافة عربيا وإفريقيا وإقليميا. وبالتالي أعتقد أنه إذا أردنا أن نجسد في بصمة من بصمات التاريخ الموريتاني حقيقة ما، فأقول بأنه انتقال حقيقي ونتيجة حتمية لنضالات طبعا النخبة الصحفية، لنضالات أبناء هذه الأرض، ولإرادة سياسية معينة تؤمن بالحقيقة. وهذا رأيي الشخصي، وبالتالي لا علاقة للساحل به، وبالتالي هي وجهة نظر لدي وحقيقة أود أن أقولها. من مصيبة دبي هنيان قابة أن كتير مصيبة مرن نجاشي كذي وانكو هالي كانكو بدي فوف كانكو باري مرن ده بخانو يوغي نامدي مو نامدي واندين تايكا كو نامدي باتم لميجي kadi etaskade o wi wonde e nder leydi meɗen Mauritanie ne waɗi chaine uji joyyi taw kadi ko télévision e kadi e chaine uji joyyi taw kadi ko radio. Beele ɗum noon tan yoni wiide ahan beele diagniyankoɓe walla diagniyankagal heeɓi fodde muɗum e leydi Mauritanie, e kono noon kadi ɗum foof e waade noon hayso tawi heɓani no yiɗi ni walla no hannirta ni, e kadi e nder tongol won ko ɓeydi hen ko saabu téléji joyyi ɗi e kañƴi radio ji joyyi ɗi wonkoɗi ɓeydi e nder diagniyankagal, sababu nde wonde wonko haaletano ko watti haalede, wonko yeyatano ko watti yiyeede, tawi kadi koye ɗo leydi meɗen Mauritanie. E wiide kadi wonde diagniyanke kala ɗo wawi wonde, e kala ɗo wawi wonde kadi kanko diagniyanke o omo foti wawde wadde hokkede ndimaku, wawde wadde golle makko ino hannirta ni, walla kadi rewidade golle ɗe no hannirta ni, saabu diagniyankagal eɗen gandi wonko nafata e rendo. E nder tongol kadi kanko musidɗo meɗen Najashi hayso tawi wona miijo makko tan o wi ɗum ko yiyande makko tan, kanko musidɗo meɗen o ko wonde yiyande makko so tawi en duuɓi ɓendude leydi Mauritanie wonko wawano walla wonko alano to banggue diagniyankagal, kanko yiyande makko. E tongol tan on wawi wiide wonko ɓeydi hen, saabu ɗum won kuugal mbiyetengal article 11 tawi ngal ɗon kuugal kadi nde ina jeeno e ɗen kuule so tawi neɗɗo on jadiyanke o waɗi ko fotani wadde, walla o haali ko fotani haalde, walla won o sifori o kanko jadiyanke o omo wawi nawede ko wiyete kaso, walla mbiyen prison soen kaali tubankore, ina wayno ngal ɗon kuugal ni ngal natti wonde e leydi Mauritanie. Ɗum noon ko wiyde tan aha jadiyankoɓe kay wonko won taɓande ndeɓe taaɓi e oɗo saaha joni. إذن نجاشي توقفنا شوي عند قضية إلقاء عقوبة السجن وطبعا الحرية اللي عايشين الحرية الإعلامية. يشاهد البعض هم انتشار للمواقع وانتشار المدونين اللي طبعا ياسر منهم يتكلم عن ياسر من القضايا اللي هم الرقابة طبعا ما يخالق هم استقلال له. البعض يفهموا عنه استقلال سلبي حتى أنه بدأ في الآونة الأخيرة أنه يسيء لبعض القضايا واللي يسمى بعض القضايا اللي ما يلت حرية الصحافة عنها توصل بينهم قضايا كي يقولوا من وطني والله هم قضايا تبس بنا علاقات موريتانيا الخارجية. من رأي كان الشباب من رأي كانوا يدل على أن الشباب والله أنهم فهموا هذه الحرية فهم غلط، والله أنهم بدأوا يجرفوا شور الجانب الآخر اللي ما كان مقصود بالحرية. ما نقول لك على أنهم فهموا الحرية فهم غلط، يا غير عندما نستحضر بأن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، يجب علينا أن نفهم أن حريتك تنتهي عندما تتجاوز إلى الآخرين، وهذا مبدأ قانوني. وبالتالي أنا من الطبيعي عندي أن ينبهر مواطن موريتاني اليوم في أجواء الحرية اللي عش فيها،
به اللي كما قلت لك الانتقال كان نقله نوعيه بسرعة. في مجال الحريات رقاش تم لين يكتب مقالي تم اعتقاله رقاش تم متعود على جريده معينه تعيته صابر وتعيته وصلوا رقاش تم مثلا يكتب الاسم مستعار على الصوت اذاعي واحد والله نشره تلفزيونيه واحده لان هو في عالم من 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 الفضائيات في عالم المحطات الاذاعيه في عالم من انفتاح كبير على اللي قالوا الانترنت نعطيك مثال بسيط خارج من الشعوب دارك خارج من البلدان عفوا حالا محجوز عنه الواتساب هذا محجوز عنه الفيسبوك محجوز عنه بمعنى على انه ما يظهر على جغرافيا ذاك البلد احنا اليوم ما مصادر عندنا وهذه كاملها ارائي انا الشخصيه متبناها الساح ما عنده بها علاقه وبالتالي يتحمل كامل المسؤوليه فيها باللي وجهه نظري لك فاهم ما محجوب الفيسبوك اليوم عن الشعب الموريتاني ما محجوب الواتساب فما خمس اذاعات كما قلت لك وخمس تلفزيون وفما ايضا ملفات تنتظر على انها ينعطى لها الترخيص معناها انه في المزيد ما فهم التفكير في التراجع فهم المزيد في زياده وبالتالي من الطبيعي اننا ننبهر بهذه الحريات رجاش كما قلت لك يتم مكبوت صوته لان هو ممدودين بمكرهات يتكلم فيها يقول اللي بقى ممدودين له نقرات مسجلات الصوت هذو الاذاعيه يقول فيهم اللي بقى عنده انترنت مفتوح مجرد كارت 500 عبر عن ضميره لا فاهمه يكتب اللي بقى بدون رقابه بدون اي شيء الماده 11 بالنسبه للصحفيين تم الغائه وبالتالي ما تلفهم عقوبه هو الانسان يخاف ان لا يعد فهم عقوبه يعد ما فهم عقوبه معناه انه ذلي فاخلاقه لا يقوله كامل غير ان نختار ننبهون على مساله على ان هذا الانتقال اللي حقت موريتانيا في مجال الحريات خاصه حريات الصحافه يجب علينا نفهمه على انه مكسب معناه انه يلا نحافظ عليه اللي كان في الفترات الماضيه مطلب اليوم تحقق يجب علينا نحافظ على هذا المكسب ما نعكسه نعدلوه آلة سلبية نوجهه ضد الوطن مثلا البعض يوجه هذه الوسائل إلى أجندات أجنبية الحادثة الأخيرة خير دليل على ذلك البعض يوجهها لتصفية حسابات فئوية أو عرقية أو مثلا قبلية ودينية وما إلى ذلك يجب أن نفهم أن الحريات الحرية المطلقة مفسدة مطلقة وبالتالي يجب تنظيم هذا القطاع الذي يسمى بقطاع الصحافة أولا يجب تنظيم وإعطاء الصورة الحقيقية للحرية في هذا البلد يجب أن نفهم أن الحريات مكسب وليست مجالا لإثارة النعرات وليست مجالا لاستخدامها سلبا ضد الوطن وضد المواطن وضد المصالح المشتركة واللحمة الوطنية وبالتالي أعتقد بأننا عندما نحافظ على هذا المكسب سنفهم في لحظة من لحظات الزمن أننا لدينا مطلب رئيسي هو الحلم الحقيقي لكثير من الشعوب هو الذي لا زالت الشعوب اليوم تبحث عنه هو الأمنية الوحيدة للكثيرين سواء قابعين في السجن سواء في مثلا أنظمة دكتاتورية أو في أنظمة بوليسية سميها كما تشاء وبالتالي يجب أن نفهم أن هذا الانتقال الذي حصل في تاريخ الصحافة الموريتانية في مجال الحريات في موريتانيا أنه مكسبا وليس وسيلة استخدامها سلبا. صنبلة بدأ تطرح سؤال للنجاشي. سؤال النجاشي لا نقول كانوا بكامل بسجال كانوا أصليا كان الحرية في موريتانيا تقدم ما تقدم أنا شاك أنا على شخصيا على إن موريتانيا في مجال الحريات على إنها لا تقدمت اللي كما قلت لك على إن إحنا حتى في التسعينيات هذه والتسعينيات أعتقد اليوم على إنها لها تقريبا 20 سنة 20 سنة في ظرف 5 سنوات منها 6 انتقلت موريتانيا من جريدة كانت موجودة لا جريدة جريدة فاهم كان فيه موقع الله اثنين في مطلع مثلا مجيء الانترنت الى موريتانيا هنا كان في موقع الله اثنين ويزودوا بالمعلومات ويزودوا بالاخبار باسماء مستعاره باساليب مثلا مخفيه ما فهم شيء معلن وبالتالي الانتقال من مرحله الجريده الانتقال من مرحله الكتابه على الورق الى مرحله استخدام التلفزيونات استخدام الإذاعات استخدام الفيسبوك استخدام الواتساب استخدام التويتر واستخدام جميع وسائل الميديا أو وسائل
التواصل الاجتماعية هي نقلة نوعية في تاريخ الحريات العامة وفي تاريخ الصحافة وفي تاريخ حرية التعبير، حتى لأنه اليوم لا تطرح مسألة لدى مواطن أو مشكلة لدى مواطن يريد التعبير عنها إلا وعبر عنها في إحدى هذه الوسائل. وبالتالي أعتقد أننا انتقلنا من مرحلة التحتيم إلى مرحلة التعبير، انتقلنا من مرحلة المصادرة إلى مرحلة إلغاء المادة، مرحلة العقوبات، انتقلنا من مرحلة كبت الحريات إلى مرحلة التنظيم دون تراخيص حتى. وبالتالي هذا المكسب سواء كان سياسيا أو مثلا وطنيا، هذا المكسب يجب أن نحافظ عليه وأن ندمجه في إطار المكاسب الوطنية، لا أن ندمجه في إطار المصالح الضيقة الفئوية العرقية لاستخدامها سلبا على المصلحة العامة لموريتانيا. وبالتالي أعتقد أن الصحافة انتقلت، شهدت نقلة نوعية في تاريخها. أيوة. السؤال الثاني، تكلمنا عن 5000 جنرات وخمس راديو، ما عندك أنت كافي ولا يبدأ ينزل؟ بالنسبة لي أنا رأيي أنا الشخصي زيادة ما نعرف، يا غير يا الله بعد اللي فتنا حققنا النظم. شفت هذه 5 إذاعات وهذه 5000 زاد، من درى يا الله نسول يا كانها مثلا لعبة الدور اللي ما ينوط بيها والله، مثلا شكلت عقبة والله، شكلت والله عكست طريقة، مثلا عكست صورة أخرى للحرية في موريتانيا. عندما نراجع المادة الإعلامية اليومية التي تبث في بعض، بين قوسين في بعض ولا أجمل، هذه المؤسسات الإعلامية أو في بعض وسائل الإعلام اليوم، نلاحظ أنها توضع عليها بعض إشارات الاستفهام. لماذا؟ والنتيجة حتمية جدا، لأننا نحن في موريتانيا لم نتعود سابقا على الحريات وحريات التعبير وحرية الصحافة، وهذا ربما يكون نتيجة الانبهار الحاصل في هذا المجال، نتيجة يعني ضعف التجربة الموريتانية في الممارسة الصحفية وفي الممارسة في ممارسة حرية التعبير، حتى أنه ربما يكون انعكاس للتجربة الموريتانية في المجالات التنظيمية، لأننا نحن دولة جديدة العهد بالاستقلال، نحن من الدول التي استقلت 1960، إذا عمر الجمهورية الإسلامية الموريتانية من مرحلة التأسيس إلى اليوم مقارنة ببعض البلدان التي شهدت الحريات في مطلع القرن 19، شهدت الحريات في مطلع في أواخر القرن 18. وبالتالي هذا الانتقال أو هذا البعد التاريخي وهذه الأقدمية ربما تنعكس أو ربما انعكست إن صح التعبير سلبا على استخدامنا لهذه الحريات، على استخدامنا لهذا المكسب. وبالتالي أعتقد بأننا يجب أولا أن ننظم القطاع الصحفي سواء على مستوى النقابات أو الروابط، سواء على مستوى صندوق دعم الصحافة الذي يمنح لهذه المؤسسات كدعم من الدولة الموريتانية لهذه المؤسسات الإعلامية. يجب أن نضع آلية حقيقية يمكننا أن نكون في أجواء حقيقية نستفيد من هذا المكسب ونستخدمه لصالح التنمية العامة للبلد، نستخدمه في صالح المواطن، حتى كي يكون يعرف ما له وما عليه. إذن نحن لدينا رسالة نبيلة وهي الصحافة، الصحافة هي رسل المجتمع وهي لسان الحال الحقيقي للواقع اليومي المعيشي للمواطن، الصحافة هي شريحة نبيلة أخذت على نفسها عاتقة يعني إبراز الحقائق سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يجب على الصحافة الموريتانية أن تتحدث بجرأة، يجب أن تبحث عن المعلومات، يجب أن لا تغوص في الشائعة، يجب أن لا تقع في الأخطاء الفادحة مثل مثلا تسريب معلومات تخدم أجندة خارجية، يجب أن لا تكون آلة تستخدم في غير صالح وطنها، تستخدم على حساب الوطن. نحن يجب أن نفهم أننا نحن واجهة حقيقية والمرآة العاكسة لواقع الشعب الموريتاني، يجب أن نستخدم هذه الحريات في صالح موريتانيا بصفة عامة بكل ألوانها وبكل أطيافها. وبهذه المناسبة أود من الجهات القائمة على القطاع أن تضع يعني
آلية جديدة لتنقية الحق الصحفي، لأننا نحن نعاني كثيرا، أو الجسم الصحفي يعاني كثيرا من أشباه الصحافة. يتحدث مثلا الكثير مثلا من الجهات المعنية اليوم أصبحت لا تميز بين الصحفي وغير الصحفي، هي مرحلة. وهذا ربما لا أحمل الجهات الحالية مسؤولية هذه المشكلة. لماذا؟ لأنه في مرحلة تأسيس الصحافة التي تدخل في الإطار القانوني، هو مطلع التسعينيات مع بداية المسار الديمقراطي في موريتانيا، هنا حدث هناك تمييع للحقل الإعلامي كي لا يميز بين الجاد وغير الجاد. عندما كان، وهذا حدثني أحدهم عنه لأنني لم أكن من الجيل الذي عاصر حبيب محفوظ رحمة الله علينا وعليه، عميد الصحافة الموريتانية المستقلة، كان حبيب محفوظ يقف ويسأل مسؤولا حقيقيا في الدولة عن حقيقة ما، عن معلومة ما، يقف بجانبه مثلا شخصا معاق ذهنيا كي لا يميز بين الطافح والصالح، كي لا يميز بين الجاد وغير الجاد. وهذه مرحلة تمييع مرت بها الصحافة الموريتانية منذ مرحلة التسعينيات. الآن نحن انتقلنا من مرحلة يعني مرحلة الجريدة إلى الفضاء السمعي البصري، وآن للدولة الموريتانية والجهات الوصية أن تقوم بتنقية هذا الحقل كي تكون هناك صحافة جادة، كي نكون أمام حريات جادة، كي نكون أمام مؤسسات إعلامية جادة، كي نكون أمام يعني تجربة حقيقية ومكسبا حقيقيا لموريتانيا يمكن أن نستفيد منه مستقبلا. وبالتالي إن لم تكن هناك آلية حقيقية تنظم هذا القطاع، سنبقى في نفس المستوى أو نتراجع كثيرا الى الوراء. اذا النجاش توما رئيس التحرير تدوفيتكم شي من الاخبار ما كيف يعني لو صام باش لا يعدل من الفعاليات لا عادي بعد ذلك ايش لا يعدل اليوم من فن عده انشطه يا غير في نوع من الحالات خاصه يعد مرتبط بشريحه مثل الصحافه والله مثلا باطار مثل الصحافه ما يا الله نبحث عن ما الذي سيحدث من الانشطاء وما الذي سيحدث عليه. يجب أن نضع محاور أساسية للنقاش، يجب أن تكون مثل هذه كيف تخوفك أنت من الدخلاء في الإعلام، هم قضية إسحاق، هم قضايا مهمة، هم الوضعية اللي عشش من الصحافة بعض القنوات، هم قضايا مهمة. هذا هو اللي كنت نتكلم عنه غير، قلت لأنه يجب علينا الحق ينقى أولا من أشباه الصحافة، من المرتزقة، من ما بات يعرف بالبشمرقة، واسمحوا لي إخوتي في العراق لأنها هي شريحة محترمة في العراق، وبالتالي اسم هنا يشار إليه لجهة المرتزقة في الحقل الصحفي. وبالتالي تنقية الحقل يجب أن تكون من أبرز المحاور المطروحة، دعم الصحافة الموريتانية والمؤسسات التي تعمل بشكل جاد، خاصة الإشهار مع وخارج المؤسسات. المفارقة هنا الغريبة أن هناك أشباه صحافة وهناك أشباه مؤسسات. يجب أن ننقي الحقل بصفة عامة، وبالتالي يجب أن تكون التنقية أولا، والتكوين والتأطير للصحافة الجادة في موريتانيا، وكذلك تنقية المؤسسات الصحفية، وضخ مثلا التمويل الحقيقي في المؤسسات التي تريد أن تكون هناك صحافة، تريد أن تكون هناك حقيقة، تريد أن تكون هناك ميزة حقيقية لموريتانيا، وحفاظ أكثر على المكاسب التي تحققت. صنبل عندك سؤال لهن نحاول ان ندرسوا النجاشي به اللي عنده التحرير ما عنده موجز ما تبعد. اذا مشاهدينا الكرام نحيوك احنا بدورنا ونحيو زميلنا النجاشي وجميع الصحافه بمناسبه عيد الصحافه الدولي اليوم. وصنبل عندك كلمه وبعدين ننتقل للشهر الفقره المواليه. اي عندكم ولا اهلا شخصيا هذا ما عنده النجاشي ما قعنها تحت عن هذا انه رايه هو الشخصي مفهوم أدمنا بندرابي نوبيني كان كمسيل مدن نجاشي مغندو داكري كدو جي اي جي نكو بي ساحل تي في كدي كو ريدكتور ان شيف مغندا كدو وني كدي واتن حال ماكو تان او وي يمبه كام كو يو نجاف مو سابو دوم كو ياند ماكو تان كانكو مسيل مدن جان يانكو كلا هين كو حال ينو حاضر كدي يو يمبه باب ياند ماكو تان هيرين اندر هين كدي وون كو تسكا اندر حال مدن اندر ميجوجي مدن كو وند مل جان يانكاغال ina bamti wala bamtaagi yende makko kon abbo hande hitan ujunere temedde jeenay e capanɗe jeenayyi caggal ɗum wonko eɓba walla wonko waɗa kadi ko faade jeendiyankagal e wiide kadi won leyɗele wonɗen ɗe ganduɗa joomumen ngala ko wiyete facebook ina kaɗeni nadde ko wiyete plantewel facebook
ina kadi natek wayno planté won bi te kon WhatsApp e kon non en do enderleedi men alhamdulillah dum ala do fetti tan won ko wada won kadi ko foti wadede ko fotare do e yeso ko wiide tan jandiyan kagal o do saha jon haso tawi ina wari cedel kadi modi wonden cedel ganada ko cedel podde wawde ñawndede o do saha joni e dum non kadi haade meede mo de gurtude kongol tan e musidde meede bani men debbo yogi idan samba احنا كان عندنا موضوع اخر يا واجه ضيف اعتذر كنا اللي نتكلم عن مهرجان الجاز موسيقى الجاز دم برقوق شوي تعطينا عنه نبدا نعرف انها موسيقى عنها موسيقى خاصه اصلا بالامريكي السود الامريكيين عنها بدتها وعنها نوع من الموسيقى عنه تاسس 1900 وهي طبعا مزيج بين الابيض والاسود من الموسيقى ندورك تتكلم لنا عنها شوي ولا تتقد طبعا المشاهدين يعرفوا عن صمبا وعنه فنان معناه انك كان النجاشي قاعد نبغوه يقعد حضار شوي ياك الشجاعك شوي معايا نبغى في مقطع شوي من الجاز لو ان هذا الناس تتعب دمنا نكو نعمل قال كو فاتي غندا هورما كو ويتي جاز كو ميوزيك مو غندا هورما كو فنو جيمري مو غندا هورما كو واينو تو تو امريك سيدي كو كامي بودو وادو ترا دوم eden chaabe ni musidi meden babi sar mo ganda en fono ade tawdre e yewtrande taw ni hikko ko kanko wadado festival bitedo sahel jazz plus hay so tawi wona humbito wala wona gandal music jazz no wini ko tonto tonto amrid sid kon non ele mbaa wiide on music jazz tawi enti ele mbaa wiide kadi ummi ko do e afrique sabu won gando goto tawi kadi to bangi fanyankagal walla to bangi jimri hono elage baba mal wonko haali hen e jubbande wiide music jazz walla music blues mo ganda horma kutorte to tabri sit walla leedel dendude to amerique ko ga ummi leedel meden afrique en gandi mamiraabe meden ndahano do ngitado be jolna e laade laade ko laade ndiyam nawa to to chaga leedi haato amerique haato leedi france tan kadi abi njobi ne be jaharnde be njobi kadi ko nalankagal nalankagal haatinto non bitengal jazz walla bitengal blues ko fannu jimri ndi ganduda warma so tawi joomen jimi ina njiito hen koye men ha ko buri ala nde wonno en gona haralebe ngal don bangal e jubbaten tan hagge gandal mere dum non yogi e wam ne hol maqta al musiqi ma kat qalila shwi la 1 minit qanni ما نجد قني تمام ان شاء الله سامبا صوتك زي دوني ببي وندي على ساغو ندي يما سوتي كم جاي لا مقطع ده شوي سجاي لان كي بيام يم كم وندي هاي سو لان دار يما نمبر ني جاما جينغي كو دنياري ندو غفايني مين ما تان كي دينو دو جو دنجيو تن فاطمه تامي دي مامي انجتا ما سابوكيلي سابوكيلي يلا ودي دوم تاك دو غورنام الله لا شفت صوتك ما شاء الله زين كم الناس يقولوا اني فنان انا ماني فنان لا لا بدات تسمع المشاهدين صوتك ان شاء الله ان شاء الله المره الحلقه الجايه ان شاء الله ودود محضر لنا اغنيه خاصه وهذه طبعا هذه اليوم للصحافه بمناسبه عيد الصحافه الدولي اذا مشاهدينا الكرام لكن ننتقل لشور فقرتنا الصحيه وهي عن القيلوله القيلولة وقفة قصيرة في مسيرة الحياة اليومية ومحطة عابرة في زحمتها وصخبها وغيظ حرها وسكونها. القيلولة فترة يخلد فيها الإنسان إلى السكينة للاسترخاء والاستراحة وللتأمل والتفكير ولتفريغ شحنات الهواجس والقلق. كشفت دراسة حديثة أن أخذ قيلولة قصيرة لمدة 30 دقيقة فقط تساعد على تقليل الضغط والإجهاد الذي يتعرض له الشخص، وكذلك تقوم بتنشيط جهازه المناعي، وأن القيلولة القصيرة تساعد على تنظيم النشاط الهرموني الناتج عن اضطراب النوم. ويرى العلماء أن النوم لفترة قصيرة في النهار يريح ذهن الإنسان وعضلاته ويعيد شحن قدراته على التفكير والتركيز ويزيد إنتاجيته وحماسه للعمل. ويرى الأطباء أن القيلولة تساعد كثيرا في التخفيف من آثار النوم المضطرب، كما أنها مساعدة للجهاز المناعي للغدد الصماء العصبية على التعافي. نتائج هذه الدراسة قد تساعدنا على تطوير وسائل جديدة لمساعدة الأشخاص ممن يعانون من اضطراب النوم أو الأشخاص ممن يعملون في دوريات ليلية. اضطراب النوم أصبح من الظواهر الصحية الخطيرة التي تؤثر على المجتمع، حيث تؤدي قلة النوم إلى تقليل معدل الإنتاج وحوادث السير. تنقسم القيلولة إلى نوعين، الملكية أو الطويلة وهي التي تتعدى 30 دقيقة، والمعتدلة وتكون ما بين 5 و 30 دقيقة، والسريعة وهي الغفوة القصيرة التي لا تتعدى 5 دقائق.
وأغلب الدراسات تؤكد أن المدة المناسبة للقيلولة هي من 15 إلى 20 دقيقة، وأن التوقيت الأفضل لها هو ما بين الساعة الواحدة والساعة الثالثة بعد الزوال، وهي الفترة التي ينخفض فيها النشاط الفكري والجسمي للإنسان، وهي كذلك ثاني فترة تقع فيها أغلب حوادث السير الخطيرة بعد الفترة الليلية الممتدة ما بين الثانية والخامسة صباحا. وأكد الباحثون أن القيلولة في النهار لمدة لا تتجاوز 40 دقيقة لا تؤثر على فترة النوم في الليل، أما إذا امتدت لأكثر من ذلك فقد تسبب الأرق وصعوبة النوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد التقرير. إذن سامبا دمدو بندرا بي مصيبة تدو بي هدو صوبي يابو بي حبر سايل تي في انجي سيدة جو بندي كو ديرو ناسي كولرا دو كو ناسي تنغان دا هورما كو باتو دي بانجي دو ينغول إذن غاندي ون لي ديلي هاتين تنون لي ديلي توبو كوبي والا ون دين فتاوي ندو فيني سوباكو ودوي يقول لماكو مفوتي حكي دي hasinoko ina foko no tolno e minitaaji sappo hojma sappo e joyi walla ni nogas taw kadi e der golle makko kango to golototo so hokkama didon hojmaaji taw on waaw foftade e der hen kon non eden teskido e der leydi medin hasu tawido won hokkotebe didon hojmaaji taw en pota waawde foftade ala no way taw leydi men won ko ngakki hen seeda e kadi so tawi neddo eden gandi doyngol so tawi neddo mankama doyngol walla ngakkama doyngol won ko heewi ko bonnata e golle makko walla kadi won ko heewi ko heewi ko accident ji di jii ton ina mbaɗa e ndeer wuro ngo ina saabi ɗum kadi ma ngakkede ɗoyngol walla ni neɗɗo o so tawi o ngakkama ɗoyngol so tawi nokku gollorde makko wawata gollorde ina hanis ni ina heewi kadi e ndeer hen caɗele kewɗe ɗe ganduɗa wonko addata ɗum tawi kadi ɓen wasde ɗumen danade guila e galleji ɗi guila e garta e galle ma guila e gulali sukaɓe walla ni garta e galle ma taw ni joom suudu ma taw ko ñag ñango donc famodirde muɗum aɗa ummi nokkuma to gollorde aɗa tampi aɗa haaɓi tawi wonde wonden caɗele guiɗɗa ɗum ɗo ko wayno bureau ma garta e galle sukaɓe kad ma danade walla joom suudu ma ni tawi ko ñag ñango ko ɓiñali e ngoɓali taw kadi ɗum wonko bonata e banggue ɗoyngol ɗum noon ko jubbana seeɗa hadde meɗen rutade e élément gol joni o idan sababa hay taban alqailula ya waj ama tati yasar hatta glir liktajbara ragajra qdima li adna ga ahna li lumal taban fi almuassasat almuritaniya taban alqailula ma kharja bi li dayman andra tingaz alraba'a wala alkhamsa wa andra mali zahmat alsayl mtina hada bi li ga sawar hada nagaz alraba'a wala alraba'a wa nusul alkhamsa ma la yusalih lu ما في حال تعاد في الأحياء للا ما ولا يوصل مع الخامسة والله السادسة وحد وصل السادسة إلى في حال ترقد ما تأتي القيلولة الصحية اللي ما أمرن بها للطب وبالتالي لا يرقد مولد لا يديله عنه يخلق خلل في الرقاد عنده بالتالي معناه أنه لا يصهر مولد ولا يصهر معناه أن الرقاد النظام مات صالح عنده وطبعا احنا قريب عندنا نحن عندنا في السنة عن القيلولة عنها ممدوحة ومعلومة طبعا يقر في انتباهي عن بعض الدول عنهم فاتوا اكتشفوا القيلولة عندنا مثلا في البرتغال هم رابطين قال رابط محب القيلولة ويتولى وزير العام مسؤوليتها وهم في فرنسا يدعو الخبراء إلى مشروع تغنين القيلولة تعود قانونية وفي إسبانيا طبعا يندفع هم أماكن تغير فيهم الناس وينتفع عليهم ياسر من الفضاء ياك تجو قاع واحدة ينادوا لك مساج وش ذاك نبتو وفي بريطانيا هم اللي دعوا لها وفيها خاصة مدينة كانتيا في جزيرة صقلية ينقالها العاصمة الوطنية للقيلولة طبعا في بريطانيا في إيطاليا وفي الولايات المتحدة هم بعض المؤسسات اللي معدنا مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية وطبعا احنا ما عندنا بها لا وهم في الصين اعتراف دستوري الصين عندهم اعتراف دستوري بالقيلولة كحق لجميع العمال وفي الهند يوجد قانون يعاقب من يقطع قيلولة الآخرين واحنا عندنا مالك لا يترك مكرر لك رقاج والله جاك رقاج وعندنا قاع وقت القيلولة هو وقت حركة الناس ومشي الناس بدار تركها كامل وهم في اليابان عندهم حضور متين حتى انهم بعض الشركات والمصانع عندها بلايص معدلتهم خاصتهم بقيلولة العمالين حق وقت القيلولة اي عامل يسول كان يعدل يقوم من عمله ويمشي لين يوفي ذيك 30 مينيت ويرقد ويرقدها لابد يرقدها ويرجع يواصل عمله وتوب هذا بعد في العالم معناه ان هذا يعني نقارنه بنحن هنا طبعا عندنا ياسر من الامور ما زال العمال يدورهم احنا عقبنا عيد العمال فاتح مي قال قلت انه في خارج كامل في العالم قال ما روى خارج موريتانيا لماذا؟ لا قانون العمل عندنا رماوا فيه والله العمال والله العمال ما يطاروا فيك عندهم قاع ياسر مشي حقاتنا بقايتهم فيك دودا لا ما هو الركده هذه القايله. اذا ثم بعد عندك ترجمه شوي.
dum non ko no bidani tan ko hollide wonde e wondel won leydel de ganda horema o haali dum ko wayno France ko wayno Grande Bretagne ko wayno Portugal ko wayno Japon ko wayno Chine leydel de ganduda kadi ko leydel Europe wala ni leydel ha toto Amerique ina ndokki hujje wala ina ndokki fodde on liggotodo ma wala kadi gollotodo ko foti fof no biden ni e der nyalamo o waktu mo ganduda so tawi o liggimo dawi ha lawon waktu yonti alay sago o heba hazno minitaji no wawi fodde fof mbela mo waw wadde hen ko mbiyeten pause wala ko mbiyeten foftere e teskare tan e leydi meden Mauritanie oɗon loi taw o soit taw o votere wala on loi walla oɗon sardi soit taw o wawde yubbinede ɗo e leydi meɗen Mauritanie namdema mo holko saabi ɗum o wi ina wawi ɗo e yesso ni walla tawoni ɗum soit heblede kono ma ɗum heblo ko famminde tan bandiraɓe no mbiɗen ni ɗoygol wona sara e neɗɗo kadi so tawi wonde jomum tawi ha heeɓi won o nokku gollorde alay saago kankone so tawi o yiiɗa tampoyde kikiɗo walla a tampoyde ɗone jammo o heeɓa ɗiɗon mintaji wawa foftade hen saabu eɗen gandi foftere wonko nafata so tawi ɓandu foftinaka foftina hoore muɗum e ko wiide tan bandiraɓe yo ballodiri so tawi donkani kamɓe liggotoɓe ɗo foti foof hayso tawi jomum hokkaka minitaji ɗo foti wawde foftade e nder ñalawma o so tawi kadi o jippima to nokku gollorde makko hande warte e nder galle o o wawa foftade taw sukaɓeɓe ene goppamo yeede taw kadi no mbiɗen ni cuddiɗo tawi ko ñag ñaga o oppamo yeede beele mo waw ɗanade no hannirta ni musidɗo yogi idan samba fi nihayat taqrir inchallah alqadiya muhima o gal an qilt alqailula anda alaqa kabira بنسبه ارتباط بالحوادث السير واذا طيبا دائما نشاهده عندنا عن يسر من الحوادث السير يعني تتسوى اللي قالك شوفير ارقد والله الرجاج اللي دائما الروايه مولي واذا به للناس ما ترقد في القايله ونيته دائما تسهر ولا تسافر في الليل والله وثانيا كما في التقارير عنها دائما تخلق بين فتره ان يسر من الحوادث في العالم ملاحظ انه يخلق من بين الواحد للثانيه وهذا طبعا هي وقت القيلولي يلط حد يستراح فيها معناه انه ما يلط ويحرك فيها والله يسوق فيها السياره. ودرك له ننتقل شوره فقرتنا المواليه وهي من بلادي طبعا اليوم عدينا عن ولايه تيرس الزمور. ولاية تير الزمور تقع في أقصى شمال الموريتاني، عاصمتها الزويرات، يحدها من الشمال والغرب الصحراء الغربية، ومن الشمال الجزائر، ومن الشرق مالي. وتمتاز هذه الولاية بثرواتها المعدنية الهائلة التي من أهمها الحديد، كما تتميز بطبيعتها الصحراوية ومناظرها الخلابة التي طالما تغنى عليها الشعراء الموريتانيون قديما وحديثا. تربطها بمدينة واديبو السكة الحديدية الوحيدة في موريتانيا والتي يبلغ طولها 650 كيلومتر. وتضم الولاية ثلاث مقاطعات هي زويرات العاصمة ومقاطعة فديرك ومقاطعة بيرمغرين. تعد تير الزمور ثاني أكثر الولايات مساهمة في الناتج المحلي الموريتاني بعد داخلة واديبو حيث تساهم بحوالي مليار دولار. النشاط الاقتصادي هو استخراج الحديد من طرف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سليم. تحتل تربية المواشي المركز الثاني من حيث الأهمية الاقتصادية في هذه الولاية، وتجري حاليا عمليات تنقيب عن معادن ثمينة في الولاية من طرف عدة شركات دولية أغلبها من استراليا وكندا. وتم حتى الآن اكتشاف أربعة مناجم لليورانيوم في منطقتي بير النار وبير مغرين ومنجم الماس في المغيطي، بالإضافة إلى اكتشاف منجم بير النار من طرف شركة أورا إنرجي الإسترالية الأقوى على الإطلاق نظرا للاحتياطات الضخمة وسهولة الاستخراج. ويتم حاليا إعداد خطة لاستغلال المنجم بمليارات الدولارات. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. اذا صمبا تشيل من درك انك عندك معلومات عن ولايه تيرس الزمور وخاصه عاصمه الزويرات. كو غونغ كو نيدن دو كو مصيبه دوبي كو نوكو ميدن زويرات مو نوكو مو غاندودا كو اسيتون كو جامدي دي كاري سو تاوي دي غاساما كو ميتن مين ريسوتان كاري توبون كول e heewi yeede noon ko caggal leydi ko wayno australien ko wayno canada en
كواين ليدي فرايسن كو ها نون تون ليدي الامريك تامي كاد امور سودو كو ليدي ميدن مورساني ادن غاندي ديدو جامدي دي غيتيتو كو ليدي ميدن مورساني دو سوتاوي دي غاسامو دو دي فو وونتا كو چوندي كو چوندي وادات اي باتوجي باتوجي دي نون سوتاوي دي مداما هادي كيوي دي نلدي توتو لو مبيدني ليدي اوروب ولا تون ليدي امريكا غام واتيدي كاد سوتاوي دوم يتيمونو واترا كو جامدي اندر جامدي دي كاد نوار كوبوراجي كيودو كو ملياروجي كيودي تامي كاد سوتاوي دي ملياروجي دي keptama ngarta ko leedi meedo mutan no wi ni mele mele ngandi wuro meden zoerat eden ngandi ton sabo en jogi ton endam eden jogi ton bandiraam eden ngandi kadi zoerat ko nokku mo ngandala ko nokku gollata haaten non e on society bité de sinim tay gar ko society mo ngandala horema asata ko jamde dum don ko jubbande sede e wuro meden zoerat e nokku bité de tourism mo. إذن مشاهدينا الكرام هكذا وصلت حلقة هذا الأسبوع من برنامج هذا الصباح النهائي، تراجعين إن شاء الله أنها تعود نالت إعجابكم. طبعا نشكر الزميل سامبا باليوم على حضوره معايا في الحلقة، ونوجه تحية للزملاء اللي ما حضروا، فاطمة ودمبو وجاغانا وجاغانا وأبو جلو، ورانا معيدين من يوم مناسبة عيد الصحافة، معيدين للجميع والزملاء والأصدقاء اللي في الحلقة الإعلامي. وراجعين إن شاء الله هذا العيد يعود مميز للصحابة وعن يتحقق فيه ياسر من آمالهم وطموحاتهم. ودارك لهنا نشكر المخرجة الشيخ المحمد وعلى الصوت قي، ونشكر موتيرة البرنامج العالية متكعباش وزملاء طبعا سيدي محمد الجيوان وعبد المؤمن والأحمد. ولين نبقى مع فقرتنا المعروفة وإلى أن نلقاكم اللي هي الكاريكاتير سامبا، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج هذا الصباح. لا تنسى تحية دونا المصيبة تدوبي كو يدفو فهذا هونو كو يتدو بني مرين دبوهنو يوغي بدون دو يوتري تابي كريبي تاكو هذا الصباح تابي كريبي يوتري سبا كيان كور إن غندا هرما إرن جاوتين كو ودي فايد هذه مدن كاسنر كو يتدو تيجي وانا بنتو كابيرتو وحالي بجون إن درين كاري تو بانجي دوينغول كو ويدي بيتانو يو دانو danron podi danrani danani podda danani pinani podda finde sabu accident ji kewdi enen ji addata dum ko waze danade gila chauffeurebe be ganda horma danata ko ja haa laabi e ni jahan mboma yimbe wala nandi hen dum non ko widi mi bandrabe tan yo bat hakilaaji men e danoni podi danani taw kadi poftonde foti foftare o haali do yettude musibe meden be golotaden hande non ko journée internationale mo ganda ma ko journaliste ko ñalama jandiyankoɓe kala ɗo jandiyanke wawi wonde aduna o en calmini ɗum en juurima ɗum en mbiyaɓe tan yonde yoɓe jokku golle musidɗo meɗen hono Fatimata Lo Abou Diallo e musidɗo meɗen jagana Demba Cissé jombajo o jaaɗo hannde toto foftere to wuuro muɗum e Diallo Abou kanko musidɗo meɗen jagana eɓe kewi wadde makko kono kanko yewtande haaja saaba e yettudemo kadi e darde makko kanko yowgui mo ganduɗa hoorema waɗa golle labtude pattam limiji ɗo e Sahel TV. Ɗum noon Allah jarama on jarama ilalliqa. Thank you.